ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية، والذي عقد اليوم بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية. وبدأ الاجتماع بكلمة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رحب فيها بالجميع، مشيدا سموه بروح الوحدة والتضامن التي تعيشها الحركة الرياضية وتطلع سموه لأن يكون العام القادم 2024 حافلا بالعديد من الإنجازات للرياضة البحرينية. وأكد سموه بأن باب اللجنة الأولمبية مفتوح لتلقي الاقتراحات من الاتحادات الأعضاء بما يصب في صالح تطور الرياضة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. ثم انتقلت الكلمة لسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية، والتي عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم سموه للجنة الأولمبية البحرينية والتي حققت إنجازات بارزة بقيادته، معربا عن اعتزازه بحضور سموه في هذا الاجتماع. عقب ذلك بدأ جدول الأعمال، وأدار الأمين العام اجتماع الجمعية حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق واعتماد التقرير الإداري واعتماد التقرير المالي عن مصروفات وإيرادات اللجنة الأولمبية بموافقة الجميع. ثم استعرض الكوهجي أهم الإنجازات الرياضية لعامي 2022 و2023 وأهم الاستضافات للعام المقبل، ثم الاستعداد للمشاركة بأولمبياد باريس 2024، وتمت الموافقة بالإجماع لإقرار اللائحة النموذجية لمنع التلاعب في المنافسات الرياضية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية. وفي البند المتعلق باقتراحات الجمعية العمومية لم يتقدم أي من الاتحادات بمقترح، وتمت تزكية المرشحين الوحيدين على المقعدين الشاغرين بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وهما السيد إسحاق إبراهيم إسحاق مرشح اتحاد رفع الأثقال عن الاتحادات الأولمبية، وفجر جاسم حسن مرشح اتحاد كرة القدم المصغرة عن الاتحادات غير الأولمبية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية، حيث نجتمع لنؤكد روح الوحدة والتضامن التي تعيشها الحركة الرياضية، معربين عن تقديرنا لما تقومون به من دور الإعلاء راية الوطن بالمحافل الخارجية ليشهد عامي 2022 و2023 إنجازات متواصلة هي ثمرة لدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. وفي الوقت الذي نعلن فيه افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية، فإننا نتطلع للخروج بأفضل القرارات التي تصب في صالح ازدهار الحركة الرياضية وتعزيز مسيرة اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.